فشرتنا الافتراضية النهاردة بتتكلم بقى عن خبر امبارح انتشر بسرعة الصاروخ. اللي حصل امبارح كان في سفينة حاويات تم يعني جنوحها او تعطلت في قناة السويس. السفينة دي طولها حوالي 400 متر وعرضها تقريبا 59 متر، حاجة ضخمة جدا طبعا، الحاويات يعني حاجة تقيلة جدا. اتعطلت طبعا، الدنيا اتقلبت، العالم كله كان يعني واقف على رجل طبعا، لان كان في سفن بعدها، كان يعني الدنيا ما كانتش متظبطه بالمره. طبعا خبراء الملاحه امبارح على السوشيال ميديا كانوا منتشرين جدا، لدرجه ان هم كانوا اكتر من عدد السفن اللي مرت على مر تاريخ قناه السويس، يعني ناس ما لهمش في اي حاجه وفضلوا يتكلموا ويحللوا وهم ما لهمش علاقه اصلا لا يعني بالملاحه ولا باي حاجه، ما حدش استنى ان حد يطلع يتكلم ولا اي حاجه. مش ده القصة، القصة ان فجأة لقينا ناس بتنشر ان في او الكابتن او القبطان بتاع السفينة دي هي المصرية مروة السلحدار، وطبعا الناس خدت يلا بقى ترند ويلا بقى شير واللي واللي، وطبعا ولا حد سأل مين مروة السلحدار ولا هي شغالة فين ولا اي حاجة. كل اللي حصل ان هما جابوا تقرير كان منشور عنها من كام يوم على موقع اسمه عرب نيوز احتفالا بيوم المرأة، ولأن مروة هي أول امرأة تخوض العمل في قيادة سفينة بحرية في الوطن العربي، فتخيلوا بقى أن هم شالوا المضمون ده كله وراحوا مفبركين أن هي كانت اللي بتقود السفينة. طبعا من ضمن الحاجات اللي أثرت الاستياء أن هم فضلوا يقولوا إحنا طول عمرنا بنقول أن الستات مكانها المطبخ ويلا على المطبخ، وحاجات غريبة جدا بقينا نشوفها وبنقراها. انا عايز افهم هو انت ايه انجازك في الحياه علشان تقول على واحده، بغض النظر بقى هي مروه ولا غيرها، انا ما اعرفش مروه بشكل شخصي، انا كل اللي اعرفه عنها ان هي بنت انا بفتخر بيها، بنت مصريه انا بفتخر بيها، حققت اللي محدش عارف يحققه، قبطانه شغاله في السفينه عايده 4. السفينه عايده 4 دي تابعه لهيئه السلامه البحريه، يعني تابع الحكومه المصريه. علاقتها ايه بقى بالسفينه اللي وقفت امبارح دي؟ انا ما اعرفش. فكرة ان بقى الفبركة والناس كلها بتنتشر، وحتى يعني الناس اللي بتنشر الخبر ما دوروش حتى يشوفوا مين مروة السلحدار دي ولا شغالة فين ولا خالص، وهتك بقى يا ترياقة وتنمر وعلى المطبخ ومش على المطبخ. يعني حتى لو هي مبدئيا ما يعبهاش في حاجة، يعني مبدئيا الجو كان وحش والرياح كانت قوية جدا، ويعني وكونها اصلا لو هي فعلا صاحبة الموضوع ده وان هي كانت بتقود السفينة، فكونها بتقود سفينة بالضخامة دي ده معنى كده ان هي حد كويس على فكرة، ما يقلش منها. بس الحقيقة غير كده، وطبعا مروة طلعت نفت، وهيئة السلامة البحرية طبعا نفت ان مروة هي اللي كانت بتقود السفينة دي، ويعني الموضوع بصراحة يعني زاد عن حده. حتى اللي عارف ان هي مش مروة ما فكرش حتى ان هو يكذب او يعتذر، لا على المطبخ. ايه كلمة على المطبخ دي؟ مبدئيا المطبخ ما يقلش من ست في حاجة، هو اهتمام من اهتماماتها لكن مش من اساسيات حياتها. انا مش فاهمه انت لما تقول لواحده على المطبخ هل ده يعني نوع من انواع ان انت بتقلل منها؟ طب انت ايه انجازك في حياتك غير انك بتاخد مصروفك من مامتك عشان تتنمر على حد؟ فما تبقاش مثلا يعني انا يعني مش طبعا مش بتكلم على الكل، في ناس بتقولها بهزار خاصه في موضوع السواقه، وفي ناس بتقولها بطريقه مستفزه، يعني ما تلاقيش حد عارف يرد عليك ولا حد عارف يناقشك فيقولك يلا على المطبخ، وكانه هو يعني يمتلك الحقيقه المطلقه. انت مين يعني؟ بجد أسوأ أنواع الجهل هو الجهل النشط. إيه الجهل النشط ده؟ اللي هو يعني أسوأ أنواع الجهل ادعي المعرفة، بيقعدوا يفتوا ويهروا ويحللوا وكمان بيتطولوا على الناس وهم أصلا زيرو معرفة. فعلى المطبخ على فكرة ما تقلش من ست، بل بالعكس على المطبخ، يعني المطبخ ده من اهتمامات الست. المطبخ ده هو اللي خلاك راجل، يعني الست اللي بتقف في المطبخ دي هي اللي خلتك راجل، هي اللي خلتك بني آدم، هي اللي خلتك تقدر تكتب على السوشيال ميديا وتقول على المطبخ. على المطبخ دي بتقلل منك انت، مش بتقلل من الشخص اللي انت بتتنمر عليه، لان احنا عارفين قوي ان ستاتنا وستات مصر بالتحديد يعني من يعني رائدات عربيات في مجالات كتيره جدا. يعني على المطبخ دي مش حلوه في حقك انت، لان انت هتجيب لنفسك الكلام. فقبل ما تتنمر على حد بشكل عام بقى تشوف انت عملت ايه في حياتك وايه انجازك في حياتك اللي يسمح لك اصلا ان انت يعني يجي لك الجرأه انك تتنمر على حد، رغم ان التنمر اصلا بحد يعني في حد ذاته اصلا ما ينفعش حتى لو انت محقق اعظم انجاز في حياتك. فبلاش نتعامل بالطريقه دي، لان انت يعني بتعمل انقسام مجتمعي وبتعمل حاجه بجد دمها تقيل قوي. ممكن في الاول كانت الناس بتضحك، بعد كده خلاص بقى يعني استقلنا دمها يعني على المطبخ. يعني انا مش فاهمه، يعني على فكره ما في رجاله بتقف في المطبخ،
يعني مش فاهمه ان هي هي حاجه وحشه. فده ده في رجاله اصلا بتحب المطبخ اكتر من الستات. فبلاش يعني بلاش يعني انت يعني حاول تركز مع نفسك وحاول انت تشتغل على نفسك وتشوف ايه اللي في نفسك ينفع انك تطوره بدل ما تتطاول على غيرك. مروه صلاح دار دي انت ما تعرفش هي عملت ايه واشتغلت على نفسها ازاي وازاي هي وصلت للمكانه دي اللي خلت واحد زيك تفبرك خبر وتعيش عليه وتخليه ترند. فانا يعني اقول ايه يعني بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن الناس المحترمه بنعتذر لمروه على التطور اللي حصل. انت يا مروه فوق راسنا وانت فخر لكل مصريه وكل مصري. يعني احنا عندنا نور الشربيني، عندنا فريده عثمان، عندنا رانيا علواني، عندنا عائشه عبد الرحمن، عندنا ناس كتيره قوي قوي يعني، وعندنا سميره موسى. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ يعني على المطبخ يعني بجد مش حلوه، يعني مش حلوه. يعني لو انت مثلا كنت بتعاني من مامتك طول الوقت كانت في المطبخ فدي مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا. ما تطلعش امراضك النفسيه ومعاناتك على الناس. يعني نحس ببعض شويه يا جماعه ونخلي عندنا نوع من انواع الاحساس. الاحساس يعني ده ياخدني لحاجه والله ما كنتش حابه اتكلم عنها بس مضطره بصراحه. فكره ان الناس حتى على السوشيال ميديا بقت ماسكه مفاتيح الجنه والنار. لما حد بيموت دلوقتي بيحددوا مين اللي داخل الجنه ومين داخل النار وبيكفروا، يعني حاجه في منتهى يعني بجد. يعني الحمد لله الحمد لله ان الرحمه بايد ربنا مش بايد بني ادم. فحتى بيتدخلوا بعلاقه العبد وربه بعد حتى ما العبد ده بيكون في ذمه ربنا. يعني انت متخيلين التجاوز وصل لدرجه ايه؟ ف انا متضايقه والله متضايقه. وعشان متضايقه نخلينا نسمع الاغنيه دي و ايه مش عايزين اقطع كلام عجبكم؟ طيب هكمل عشان عايزين اكمل.